السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا عن الباي نتورك، تابع معانا للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد. اللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الإشعارات عشان يوصل له كل خبر جديد عن الباي نتورك. الانطلاق العظيم من الحلم للواقع لحظة دخول الباي مينان وبناء عقل البلوك تشين الذكي. استعدوا يا رواد، استعد يا بايونير اللي كنا بنستناه من سنين خلاص على الأبواب. الانتقال للشبكة الرئيسية، لشبكة باي، مش مجرد خطوة تقنية، دي لحظة انفجار اقتصاد رقمي. في مشاريع بتبدأ وتختفي، وفي مشاريع بتفضل تحلم، لكن في مشروع واحد قرر يبني خطوة بخطوة بهدوء بثقة وبفكر عبقري، وده هو الباي نتورك. ايه يعني الشبكة الرئيسية؟ خليني اقولها لك ببساطة، الماينينت او الشبكة الرئيسية هي اللحظة اللي الحلم بيبقى حقيقة. يعني العملة اللي كنت بتجمعها على الموبايل هتبقى دلوقتي عملة حقيقية على شبكة بلوك تشين كاملة. كل حاجة كنت شايفها مجرد رقم على الشاشة هتبقى دلوقتي شيء ليه قيمة فعلية، تقدر تشتري بيه، تبعت، تستقبل وتتعامل بيها في عالم الويب 3. وده مش مجرد تطوير صغير، ده انتقال من المرحلة المغلقة إلى المرحلة المفتوحة اللي كله تعاملات حقيقية وشفافة. اسمع ده كويس يا رائد، بلوك تشين باي مش زي أي بلوك تشين تانية. معظم الشبكات بيعتمدوا على مطورين خارجيين بيعملوا عقود ذكية منفصلة، لكن فريق باي قال ليه نشتغل بنظام مجزأ، احنا هنبني كل حاجة بنفسنا. بالفعل بنوا بورصات لا مركزية DEX والسوق الآلي للصرافة AMM، كل ده معمول جوه البلوكتشين نفسه، مش محتاج إضافات من بره، وده اللي بيخليها أقرب لعقل واحد ضخم بيشغل كل النظام. تخيل انك داخل سوق بس السوق ده ما فيهوش صاحب ولا كاشير، كل حاجة موجودة وكل حاجة منظمة بالكامل، البيع والشراء بيتم لحظيا والاسعار بتتحدث تلقائيا حسب العرض والطلب. ده بالظبط اللي بتعمله بلوك تشين الباي، هي مش مجرد دفتر حسابات، ده شبكة ذكية بتنفذ العقود بنفسها وبتسجلها على السلسلة. كل صفقة وكل تبادل وكل خطوة كلها بتتوثق بشكل لا يمكن تغييره. أمان وسرعة وشفافية، واحدة من أقوى الحاجات في باي إن كل حاجة فيها مؤمنة بالكامل، مفيش وسطاء، مفيش أطراف تالتة، مفيش خداع، كل عملية بتتم قدام عينك على البلوك تشين. يعني لما تبعت باي لصاحبك أول تداول في السوق كل ده بيتسجل في لحظة التنفيذ، زي إنك فاتح كشف حساب لا يمكن تعدل فيه ولا حتى تمسحه، وده بيخلي باي مختلفة عن مشاريع كتير كانت مجرد وعود. ده الشبكة الحقيقية بتتحرك بخطى ثابتة، مش مجرد دعاية، اللي بيحصل مش مجرد تجربة في معمل يا صديقي، ده نظام مجتمعي كامل، كل رائد باي هو جزء من النجاح ده. لما تعمل KYC انت بتأكد ان هويتك حقيقية، لما بتنقل باي بتوعك لمحفظة المينين انت بتربط نفسك بالعالم الحقيقي، ولما تبقى ناشط في التطبيق انت بتكسب مكافآت من النظام البيئي الجديد. يعني كل حركة منك بتبني شبكة اقوى، وكل تفاعل بيقربنا اكتر من اقتصاد الويب 3 المجتمعي اللي بنتكلم عنه دايما. بص، الكريبتو مليان مشاريع بتحاول تعمل يوتيليتي، يعني فائدة حقيقية، بس معظمهم بيتكعبلوا في التنفيذ او في الثقة. انما الباي هي اول شبكة اجتماعية اقتصادية فعلية، كل مستخدم فيها مش مجرد ارقام، دول شركاء في النظام، وكل معاملة بتزود قيمة الشبكة. البلوك تشين هنا مش آلة، ده مجتمع شغال بنفسه. الويب 3 يعني الانترنت اللي الناس هم اللي مالكينه، مش الشركات، مش البنوك، مش الاعلانات. ومع باي الملايين هيبقوا اول ناس يدخلوا المجال ده من غير تعقيد، من اول التطبيقات والخدمات لحد الاسواق اللي بيبنيها المجتمع بنفسه. كل ده بيتكامل مع منظومة واحدة، وده اللي بيخلي باي مختلفة، انها مش مجرد عملة رقمية، ده اقتصاد كامل بيشتغل ذاتيا. قبل ما نسمع كلمة تم فتح الشبكة الرئيسية رسميا، فيها كل خطوة لازم كل بايونير يراجعها، تأكد ان الكي واي سي بتاعك مكتمل،
ان الباي بتاعك موجود فعلا في محفظة المينين، نشاطك في التطبيق شغال، متابع قنوات باي الرسمية عشان تعرف اي تحديثات او تحديث لحظة بلحظة. اللي هيجهز نفسه هيستفاد، واللي هيتأخر ممكن يشوف الموجة من بعيد، وانت مش من النوع اللي بيتفرج صح. الناس نوعين، ناس بتتفرج على التاريخ وناس بتصنعه، وانت كبيونير انت من اللي هيكتبوا اول سطر في كتاب اقتصاد المجتمع الجديد. كل عملية، كل تطبيق، كل خدمة مبنية على باي هتبقى جزء من سجل لا يمحى، سجل البشرية، وهي بتبني نظام مالي لا مركزي لأول مرة فعلا. الكل كان بيسأل امتى الاطلاق، بس ما حدش كان بيسأل هل انت جاهز دلوقتي. السؤال اتقلب، اللحظة قربت والشبكة خلاص بتتنفس حياة جديدة. باي نتورك مش مجرد مشروع تكنولوجي، دي حركة اقتصادية اجتماعية بتغير مفهوم المال. كل واحد فينا فيها مش مستهلك، احنا بناة نظام جديد. استعدوا ايها الرواد، العد التنازلي بدأ فعلا ومفيش رجوع لورا لبداية العصر الذهبي لباي نتورك، العصر اللي هيغير شكل العالم.